الطاكسيات ديال حكامه ملوسه دار الشاويخ ميس لانجرا جبل الحبيب عروس مولاي عبد السلام هاد الطاكسيات كاملين كيكونوا هنايا والناس يعني مجموعين هنايا قهاوي مطاعم الحركه كتمشى دابا نقصص النصف حتى حنايا الخدامه كانوا عندنا هنايا نقص جوج نقصهم لان وباقي كان عاني خصني نقص عاوتاني شي حاجه يعني هادشي ولا شي واد الحد والخميس والسبت السبت والحد والخميس السبت على حسب السبت الزينات اللي كيخرجوا والاثنين دملوسه عاوتاني كيخرجوا حتى هما يعني فهمتي والحد ديك الجباله الجبالة كيتوقوا والخميس كيتوقوا يعني كنتو كنعاني بيا خير مزيان الحمد لله انا كنهضر معايا كانوا هنايا تسعود وانا عشرة انا كمسير هنايا انا كعشرة كنعيشوا كل واحد مزيان الحمد لله تخلص الماء الضوء كرا دابا ما كاين شي كنسطعوا يعني حنا انا ما نكذبش عليك دابا ملي نقص الميزانيه ما كندي حتى ريال هذا شي كندورو غير مع الدراري يعني فهمتي عندي جد الوليدات هنايا خدامين بوليداتهم حتى هما وانا عندي جوج في الجامعه وواحد في المدرسه هادشي اللي كاين دابا على المصاريف الماء الضوء المنديس ما كنلحقوش على هادو هاد التاكسيات هادو ودابا هادي وقيله داخله شي تقريبا شي شهر هيدا ولا او شهر هيدا يعني ترسوهم شي هنا شي هنا مساكن شي لي المهم هادشي يعني شي هذاك يعني دائما فهمتي يعني الحقيقه ديك الطاكسيات ما كانوا ديكو حتى شي واحد هنايا الطاكسي راهم كانوا شي حاجه كيوقفوا هنايا وشي حاجه كيمشيو كيوقفوا الليهن يعني ملي كتخوى هذيك كيجي واحد كيخوى واحد كيخرج واحد كيدخل والامور الحركه كدايره جباله مساكن ما كتجي مسكينه البيضة وتجيب بقله وتجيب خصها تمشي حتى للمحطه عاد تركب من المحطه تجي المصلى او تجي الحومه الشوك باش تصور هاد النهار تديها للمراه لوليداتها هاد الناس هادو هما اللي كيطلقوا الازمه في البلاد ناس مروجين لا الباديه ولا اصحاب الطوموبيلات ولا دابا حتى التاكسي واقف والسير طالع له لا كريمه الكرا غادي يسمحوا لهم في هادشي انا مده وانا هنا اكثر من 10 سنين وانا هنايا عايشين مع الطواكسي عايشين مع محطه الطاكسيات تعايشين مع بعضيتنا كنستافدوا منهم هما كيستافدوا حنا كنستافدوا قاضيين معاهم الغرض بحال اللي كيقولوا بالدارجه كنبيعوا شي معاهم بين عشيه نوضوا حاجه وحيدوه علاش حيدوهم الله اعلم شنو السبب الله اعلم كاين اللي كيقول لك لا حق من نار اللي تحيدت المحطه مليان طواكسيات تطوان كيغوتوا كيقول لك لا طواكسيات قراويين اللي في بلاصه طورو هما كيعمرون تطوان يعني هذه ولكن الله اعلم شني باش تقتل يعني حاليا هما راه قتلوا حنا نقولوا حنا سيكتور قداش راه ماشي مشروع واحده ولا جوج ولا ثلاث راه قهاوي مطاعم ملفانات بقاقل كل شيء مات أسر كانت كتعيش من هذا الشيء يعني ماشي غير أسر هما عايشين وحنا عايشين لا سوا الطواكسيه لا سوا الناس اللي كيجيو كيركبوا هنا الناس الاغلبيه الناس هنا كانوا قراويين الناس اللي كيركبوا هنا الاغلبيه قراويين ما عندهمش فين يمشيو الصراحه دابا مسيبين وحنا كنا عايشين معاهم دابا حنا ضايعين تصدق لانهم خرجوا القراويين هما اللي قالوا لهم خصكم تطلعوا لمحطه جديده من بعد حمي حيدوا بلاك الطاكسيات يعني حيدوا محطه كامله لا سوا قراويين سوا الحضاريين الحضاريين يعني ما عندوش مشكل فين ما يمشي يقدر يوقف ولكن القراوي لا منعوه ما يدخلش التاكسيات اللي كانوا هنايا كانوا عملوا حركه من هنايا مزيان غير حيدوا التاكسيات من هنايا ما بقات لا حركه لا والو الجباله مضرورين وحنا مضرورين الا كان شي حل يعملوا لنا شي حل لهذا الشيء نطلبوا الله خير